يعني كملوا الجسور هاي بعد الجسر مال الصناعه ليس ما فتح كامل. هذا الشارع نقر بيه باكر مطر غير يصير هنا فيضانات، يعني ما سيارات تاخذ مال السيارات كلها اندمرت. الله وكيل وشن الله وكيل كل شهرين ثلاثه نروح الله وكيل هسه تاخذ مالي متى نطالب بسرعة يعني تبليط الشوارع والاعمار. هذا الطريق شويه مكسر يعني هذا الشارع اللي يودي على الموصل كلها هاي بس من هنا من الشمال لحد الانتصار كلها بس انما يعني بيه حفر وطسات ومكسر. والله رئيسي تعبان اي والله بيه تكسرات كثيره بيه. ما تاثر على السيارات كبار وصغار؟ اي طبعا شلون؟ والله بالميه طسه بيه. والله يا ريت يلقوا حل لهذا الرئيسي يعني ان هو باعتبار شارع رئيسي هذا يروح على كركوك محافظات تجي. والله اهم لي هو سوى لنا هذا الخدمي بس هذاك تعبان حيل. لا قصر له هذا على ما تبلط هاي صفحه سنه وقصور يدفن ويرجع يشطف يدفن والحمد لله ايش ما تاثر. والله اثرت علينا بشكل فظيع. تفضل هاي كلها انقاب هاي احنا حولناها كلها من الشارع زين بلديه ويني احنا الشغل يريد بجد يخدم هذا المحافظه.